تحديد في مثلا في موضوع توزيع الدقيق. يعني الدقيق تقريبا بيتوزع حوالي 100,000 جوال يوميا على مختلف أنحاء السودان، هي كافية جدا لأن هي يعني كل المواطنين ما يكون عندهم إشكال في مسألة الخبز، لكن في إشكالات وإشكالات موروثة، لكن شرعنا فعليا في إيجاد حلها عبر عملية الرغابة. وعلى حسب توجيه مجلس الوزراء إحنا بنتوقع خلال ما لا يتجاوز 2 3 أسابيع إنه مسألة توزيع الدقيق بشكل سلس عبر متابعة كل الحلقات بتاعته، هي سواء كان عبر الوكلاء أو كان عبر المخابز، إنها هي تتم بشكل جيد في آلية بتاعت رقابة سواء كان على مستوى العاصمة أو على مستوى الولايات. ويعني أشار السيد رئيس الوزراء أن الأزمة هي ذاتها في الولايات متفاقمة بشكل أكبر، وجزء طبعا منها هو مرتبط أيضا بمسألة التهريب. أن إحنا ما حنتكلم عن الماضي أو نحمل المسألة دي لأي جهة، إحنا مسؤولين أمام الشعب السوداني إنه يكون عندنا حلولنا الجادة في هذه المسألة في فترة وجيزة بحيث لا تتفاقم معاناة المواطن السوداني، ونحن جادين وملتزمين كحكومة إننا يعني في وقت وجيز الوقت الذي ذكرناه إنه تنتهي أزمة الصفوف الخبز إن شاء الله. وكلمة وقت وجيز قد لا تكون محددة، لو متى لا يقف المواطن السوداني في صف الرغيف؟ متى حددناه؟ ب3 أسابيع. 3 أسابيع من الآن ده التزامنا كوزارة في أنه بآليات الرقابة التي تم تكوينها بالبرامج التي فعلت والقوانين التي فعلت في مسألة 3 أسابيع من الآن لن يقف المواطن السوداني في صف الرغيف. أستاذ مدني ده التزامنا. طيب